اهلا اهلا عزيزي المشاهد، كيفك؟ شو اخبارك بعد غياب؟ وينك يا زلمه؟ صار شهر لا حلقات ولا اي شيء. والله يا عزيزي انت بتعرف ضغوط الحياه ومشاغل الحياه والحروب اللي عم تصير وكاس العالم وقطر، وبتعرف انت يعني هدول الامور كلياتها بتشغل الشخص عن كتابه حلقات وتقديم حلقات. بعرف انه في ناس صارت تسال علي، واللي ما سال علي الله يسامحه. بعرف انك اشتقت لحلقات مثيره ومعلومات شيقه، وبعرف انه صار في ملل ما في محتوى، ولكن يا عزيزي ها قد عدنا اليوم. خلينا نقضيها هيك بلا ما نعمل حلقة، خلينا نفكر شوي بالموضوع. والله يا عزيزي بس كيفك انت؟ طمني عنك، عن اخبارك. تفرجت على الحلقات السابقة؟ اشتركت ولا لسه؟ لان الحلقات اللي جاي حلقات مختلفة. بس ثواني، بس اجيب لي كاسة شاي وجاي. اجيب لك شي معي؟ بدك تشرب شي؟ ما بدك؟ اوكي. انت جبت شي تشربه؟ انا جبت شاي، بس فكرت لك بحلقة حلوة بحيث تكون مناسبة للبداية الجديدة. خلينا نفوت على الحلقة. عزيزي المشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيك في حلقة جديدة من برنامج إكس الجميل. فكرت لك بكتير حلقات بحيث تناسب بدايتنا الحلوة. عزيزي المشاهد كتير من الأشياء ممكن أن تكون جميلة حلوة، حلوة الشكل طبعا مو حلوة المذاق. الجمال هو قيمة مرتبطة بالغريزة والعاطفة والشعور الإيجابي، وهو بيعطي معنى للأشياء الحيوية. ما له وحدة قياس، له أشكال متعددة وكل إنسان بيشوفه بشكل مختلف عن الآخر. عندك مثلا المناظر الطبيعية، أو الوجوه أو الفنون الجميلة، أو الهندسة المعمارية الأسطورية، النجوم في السماء، وبكل بساطة انعكاس الشمس على البلور. الجمال ما له شيء محسوس، هو فقط موجود في رؤوسنا كشعور ممتع. إذا بدنا تحديده فمنلاقي ومندرك شيء جميل إذا كان لونه أو قيمته أو شكله مناسب، أو نسبته بطريقة أو بأخرى جذابة ومبهجة لنا. الجمال هو تجربة إنسانية عميقة جدا كانت معنا من ملايين السنين وتطورت مع الزمن. حتى أدواتنا الأولى تم تصميمها بأشكال متناظرة وبطريقة معينة. حاول الباحثين إيجاد أسباب علمية وراء استثمار أسلافنا للوقت لجعل تبدو أدواتهم أجمل، ولكن للأسف ما توصلوا للسبب وراء هذا الشيء. من الواضح أن البشر القدماء شكلوا أدواتهم بشكل لوزي أو دمعة، تلاقيها هيك من فوق مبوزة الأبوز ومن تحت مدورة، ببساطة لأنه بتعجبهم بهذه الطريقة المعينة أو بهذا الشكل المعين وحبوا فيها هذا الشكل. عبر تاريخنا تغير معنى الجمال كتير وصنعنا منه أمثلة وأشكال شبيهة ومتنوعة، ولكن رغم هذا الشيء كله الأذواق الفردية والمعاصرة ما طلعت بعض الأشياء عن الموضة. بإمكانك أنه تلاقي نسبة منهم في بعض الأبنية العصرية أو الأدوات وحتى الملابس اللي بنرتديها أو الأنماط الكسورية في الفن وفي ثقافات كتير. من بدايتنا حتى اليوم يبدو أنه البشر في اتفاق غامض متأصل حول الجمال أشياء معينة، مثل الأنماط اللي بتستمر بالظهور جميعها اللي متجذرة في الطبيعة، أصبحوا جزء من علم أحيائنا لأنهم ساعدوا أسلافنا على البقاء. ولكن السؤال المهم هون، ليش بيجعلنا الجمال سعداء؟ على سبيل المثال الأنماط الكسورية في لوحة لفنان مشهور بتصير في جميع أنحاء الطبيعة، في قوقعة الحلزون وفي رأس الزهور، في موج البحر والغيوم. تحديد وتقييم هاي الأشياء والظواهر المستخدمة بشكل صحيح لتكون مفعمة بالحياة الحيوية. وكيف عرفناها؟ هل يا ترى هاي الغيوم السوداء يعني رح تمطر قريبا؟ هل يا ترى هاي المي آمنة للسباحة؟ هل يمكن أكل هذا؟ وهون فيك تلاحظ شيء ثاني منتشر، هو التناظر أو التناسق في الطبيعة. هذا بيعني كل شيء كما ينبغي أن يكون. ساق النباتات والأشجار والأوراق والزهور بتنمو كلها بشكل متناسق. حيوان مكسي بصوف أبيض مثير للإعجاب ولذيذ، وفينا على الأغلب نستفيد من جلده. قمح مشوه ذات الشعر ممكن ما يكون آمن للأكل. الوجه المتناسق مناسب على الأغلب للزواج وصحي وخصب. طبعا هذا يا عزيزي ضمن سياق الحلقة، ما عمل مهلا شيء تاني أنا، لأن التناظر شائع جدا في الحيوانات والنباتات فهو مألوف جدا لدماغنا. ساعد أسلافنا على تقييم بيئتهم بشكل أكبر والتفاعل بشكل سريع مع الخطر. الأشياء اللي ساعدتنا على البقاء بتنشط مركز المكافأة في دماغنا، وحكينا عن مركز المكافأة بحلقة الإدمان السلوكي، روحوا شوفوه لأنه حلقة كتير مهمة. التعرف على إشارات التغذية والسلامة بتصير مشاعر لطيفة فينا، لهيك قد يتطور إحساسنا بالجمال على الأرجح من التعرف على الأنماط، لكنه في الحقيقة الآن بيتجاوز ذلك. يبدو أنه البشر طوروا غريزة معينة للجمال اللي هي مبرمجة بشكل عميق فينا، بيضل حتى بعد عمليات أخرى في الدماغ إلى أن يتوقف عن العمل،
يعني يموت. في دراسة من قبل العلماء طلبوا من مرضى الزهايمر ترتيب عدة لوحات جميلة، وبعدها تركوا المرضى وثم كرروا التجربة بعد أسبوعين. كانوا المرضى بينسوا اللوحات، ولكن لا يزال ترتيب جمال اللوحات بنفس الترتيب. فينا نناقش أنه هاد ما بيفسر كتير، ولكن أبحاث تانية أظهرت أنه عنا نوع من القاسم المشترك الأدنى لما بيتعلق الأمر بالجمال. في تجارب مختلفة طلبوا من الناس التمييز بين اللوحات التجريدية المزيفة، بعضها كان أصلي، رسمها الفنان الأمريكي كيت موندريان، على الأغلب هذا اسمه، وجاكسون بولوك اللي رسموها اعتمادا على قواعد صارمة مثل الأنماط الكسورية، بينما المقلدة ما كانت مرسومة بنفس القواعد أو بنفس النمط. اختار الأغلبية وبشكل تلقائي الأعمال الفنية الأصلية. هذا العمل للرسومات من كلا الفنانين على الرغم من أنه فنونهم مختلفة جدا عن بعض. استخدم التجارب تانية كمان أعمال فنية مجردة، ولكن طلب اختيارها من الناس من بين لوحات مماثلة مصنوعة من قبل الأطفال أو الحيوانات مثل القرود مثلا. هون ومرة تانية كانت إشارة الأشخاص الخاضعين للتجربة إلى اللوحات الأصلية اللي تم تخطيط أنماطها بعناية وليست عشوائية، لذلك في حين أنه منواجه صعوبة ما هو الجمال بالضبط أو ما يعتمد عليه، فنحن مندركه بطريقة ما لما منشوفه. ليش الجمال مهم؟ نحن كبشر منتجول في الطبيعة، محاولين البقاء على قيد الحياة يوم بعد يوم. تركنا العالم الطبيعي ورانا وابتكرنا مناطق خاصة فينا وصنعنا الأشياء اللي بتحيط فينا اليوم، والملابس اللي بنرتديها الآن، والأشياء اللي بنستخدمها واللي بننظر إليها. مع انتشارنا على كوكب الأرض نمت أعدادنا، وفي عملية القيام في ذلك قمنا بتشكيل بيئة مختلفة من صنع الإنسان بالكامل. وفي عملية القيام في ذلك غالبا ما أهملنا الجمال لصالح تكلفة الأداء والكفاءة، وبنينا صفوف وصفوف من كتل سكنية خرسانية اللي ما حدا بيحب أنه يعيش فيها. عنا محطات مترو الأنفاق البشعة، ومباني الخدمات العامة، ومراكز التسوق المترامية الأطراف، مكعب واحد موحد جانب آخر. البشر لا يحبون الترتيب، دليلا على ذلك هاي الفوضى اللي وراي عزيزي بالنسبة لك، بس بالنسبة لي هذا هو الجمال، أنا هيك برتاح، تمام؟ أنا هذا بالنسبة لي الجمال الرتاب اللي أنا بعيش فيه، يعني إذا جيت وشفت غير هذا الشيء ممكن يكون بالنسبة لي مو ترتيب. المهم إثباتا لذلك أظهرت برامج تتبع العين أن الناس بيضلوا يركزوا على تفاصيل وزخرفة العمار، وأثناء النظر عليها بسرعة بيركزوا بهاي النقطة على شو؟ على شو يا عزيزي؟ أيوة، على الجدران الفارغة. تخيل يا عزيزي هالزخرفة وهالجمال، ويمكن سنين ببناء هذا العمار والزخرفة، بالآخر شيء عينك على المنطقة الفارغة، عينك الفاضي هاي ما بعرف تعمل فيها. وهذا الشيء مو بس مانو مريح وممتع للنظر، بل بيجعلنا بائسين في الواقع. أظهرت التجارب اللي عملوها من خلال أجهزة استشعار الجلد أن النظر إلى الوجهات الشاسعة الباهتة بيجعلنا نشعر بالملل وعدم الارتياح. هذا النوع من الملل ارتبط بارتفاع معدل ضربات القلب ومستويات التوتر، ويبدو في بعض الأحيان العكس صحيحا أيضا. على مدى العقود الماضية وجدت المزيد من الدراسات أنه البيئة المحيطة اللي بترضينا جماليا ممكن تحسن من رفاهيتنا وسلوكنا ووظائفنا المعروفية ومزاجنا، كمان تتفاعل أجسادنا وأدمغتنا بشكل ملحوظ وبشكل واضح مع كل شيء بيحيط فينا. الجمال على وجه الخصوص عنده مثل هذا التأثير القوي على سلامتنا الصحية، أنه جعل الأشياء المفيدة جميلة يمكن أن تخليها أفضل. في سنة 2017 درست وبحثت أحد المشافي عوامل الانتعاش من خلال الملاحظة والمقابلات مع المرضى، ووجدت أن الفن المرئي في مناطق في الصالة وغرف المرضى خلى المرضى أكثر راحة وسعادة بفترة إقامتها بشكل عام. بحثت دراسة في كيفية تعافي المرضى في المشافي اللي كان لها جناحين، جناح قديم جدا وبالأحرى بشع، وجناح تم تجديده حديثا، اللي أثار دهشة الباحثين أن المرضى اللي صاروا في البيئة الجديدة اللي انتقلوا عليها، أي الجناح اللي تم تجديده، كانوا بحاجة إلى علاج أقل للألم، وتم إطلاق سراحهم، تخرجوهم من المستشفى يعني في المتوسط قبل يومين من المرضى اللي بيتعافوا بالجناح القديم، محيط أكثر جمالاً خلاهم يشعروا على نحو أفضل جسدياً. الجمال كمان له إحساس وتأثير يومي علينا، يمكن أنه يحسن السعادة العامة عنا. كشفت دراسة بحثت في العوامل الرئيسية اللي بتأثر على سعادة البالغين نتائج غير متوقعة، إلى جانب أشياء مثل الصحة الجيدة في حياة عائلية متناغمة، تتأثر السعادة الفردية بمدى جمال المكان مثل المدينة اللي بتعيش فيها، سجل الجمال مرتفع أكثر من النظر.
النظافة وحتى السلامة. إذن شو هو اللي ممكن نتعلمه من كل هذا؟ نحن بنعرف يا عزيزي أنه نحن البشر قد صقلنا ملايين السنين لمعالجة مداخلاتنا البصرية وتقييم محيطنا. هذا هو اللي عمال نتبرمج للقيام فيه، وبدأنا في معرفة المزيد عن مدى تأثير الجمال كخاصية فعلية علينا. جمال بيلبي حاجة متأصلة للحصول على معلومات ذات مغزى، ربما بيستحق الأمر أنه نعطيه مساحة أكبر في هذا العالم اللي صنعه الإنسان اللي نشأناه، واللي أجمل من هيك وأثبت صحته والرائع هو الاشتراك في هذه القناة ومشاهدة الحلقات السابقة وانتظار الحلقات القادمة مشان صحة نفسية أحسن وأحلى، ومن أجل معلومات نظيفة وجميلة وتغذي عينك في صورنا في الانستغرام. عزيزي المشاهد، أنا حابب أقلك أنك أنت جميل، والحياة من غيرك كلها عذاب وألم، والحلقات السابقة اللي عم بحكي لك عنها ما هي إلا وسيلة لمعرفة الجمال الداخلي اللي موجود متأصل فيك، وبهذه الطريقة تشوف جمالك الداخلي. وبالمرة تشوف الحلقات السابقة مثل ما قلنا وتستنى الحلقات اللي جاي. أنا للأسف هلأ مضطر أنه أعيفك وأروح، ولكن 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 موعدنا السبت القادم الساعة 7 توقيت أوروبا. سلام، اوعى تنسى، اوعى. اوكي، باي باي.